بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة على كورس مهم لجميع المهندسين اللي بيشتغلوا في Construction، شهادة CMIT أو Construction Manager in Training. طبعا شهادة مهمة جدا، وهي أصلا بداية إنك تكون في المستقبل Certified Construction Manager أو CCM، اللي هي بيسموها Golden Standard في المجال بتاع Construction وأعلى اعتماد في العالم. فالCMIT يعتبر مقدمة ليها، بيعلمك البيزكس والفاندمنتال في مجال الكونستراكشن مانجمنت. النهارده هنتكلم على الكورس والاكزام. جدول محتويات المحاضره النهارده، هناخد انترو على الكورس والاكزام، وتقدم ازاي عليها اونلاين، وشكل الشهاده والبادج اللي بتقدم بعد ما تنجح. هنتكلم على الكورس سكيدول، عباره عن 3 ايام. اول يوم هناخد فيه 3 سيكشن، هنتكلم على التايبس اوف اونرز والبروجكت اللي بتشتغل فيهم، وأنواع العقود والأجريمنتس وتعملهم إزاي، والبروكيرمنت والمشتريات وأنواعها كلها. والتاني وناخد فيه ليدرشيب والمانجمنت، مهمين جدا لأي سي إم أو كونستراكشن مانجر. والتالت يوم هنتكلم على السيفتي مانجمنت والريسك مانجمنت، طبعا مهمين جدا برضو لأي سي إم. ونتكلم على الكارير ديفلوبمنت والكورس أوتكم، ولو حد عنده أي سؤال تواصل معانا مباشرة. اول حاجه ايه هي CMIT؟ قلنا Construction Manager in Training، هي بروجرام او سيرتيفيكيشن او كريدنشال اللي عملها CMCI في امريكا، Construction Manager Certification Institute. طبعا دي سبسيدري او فرع اصلا، يعتبر برانش لل CMAA اللي هي اكبر منظمه في العالم في مجال ال Construction Management، اسمها Construction Management Association في امريكا. والCMIT يعتبر commitment أو التزام منك إنك هتكون CCM في المستقبل، Certified Construction Manager. وطبعاً هي ضرورية جداً لأي مهندس لسه في بداية الكارير بتاعه في مجال Construction Management، أو لسه خريج، أو عنده مثلاً 2-3 years experience. عشان ال CCM اللي يقدم عليها لازم يكون أتليست معاه 4 سنين خبرة بعد التخرج، ويثبت دراسه الابلكيشن. لكن السي ام اي تي مش شرط يكون معاك خبره، ممكن تكون انت فريش او معاك مثلا سنه سنتين ثلاثه. وبرده هي السي ام اي تي تنفع للناس اللي عندهم اكسبيرينس عاليه في البروجكت مانجمنت كونستراكشن او كونستراكشن مانجمنت، واللي هم عايزين يبقوا سي سي ام في المستقبل. في الاول بيقوي نفسهم عن طريق البيزكس والفاندمنتال للكونستراكشن مانجمنت. وبرضه بتبان الاونر او الامبلوير والكلاينت بتوعك اللي انت اصلا بتطور نفسك في مجال الكونستراكشن مانجمنت عشان تكون بروفيشنال كونستراكشن مانجر في المستقبل او سيرتيفايد كونستراكشن مانجر. انت بتاخدها ليه؟ زي ما قلنا عشان تبان الاونر والكلاينت وزمايلك اللي انت اصلا كوميتد وعندك الكابابيلتي انك تكون بروفيشنال في المستقبل. هتعمل ده ازاي؟ انك تاخد تنجح في الامتحان، تاخد البادج والسيرتيفيكيتس. وتاني حاجة هتزود الأويرنس زي ما قلنا، عشان هتعرف البادجت أوف نولج المطلوبين للسي سي إم في المستقبل. وهتعمل كونكشن مع النتوركينج مع الناس كلها اللي معاها سي إم أي تي من خلال الموقع بتاعهم السي إم أي إيه، وبتتعلم حاجات إضافية، ويجي لك أبديتس على طول عن جميع المشاريع والكونستراكشن مانجمنت في العالم كله. طب مين يقدم عليها؟ زي ما قلنا جميع المهندسين اللي شغالين في الكونستراكشن مانجمنت، زي المعماري، المدني، الميكانيكا، الكهرباء، السيفل، الاستراكشر، وجميع مديرين المشاريع بروجكت مانجر برضه شغالين في كونستراكشن مانجمنت، واي حد خريج جديد او عنده فريش او عنده اكسبيرينس مثلا 1 2 3 زي ما قلنا. والناس الخبيره برضه عندها خبره عاليه اكتر من 10 سنين مثلا، بس هم عايزين مثلا في المستقبل يكون عندهم سي سي ام. فسي سي ام عشان الامتحان صعب جدا والتقديم عليه كمان بيحتاج ابروفال وحاجات كتير جدا، فانت الاول ممكن تبدا بالسي ام اي تي، تاخد النولج وال فاندمنتال المطلوبه، يبقى عندك كده خبره انك ازاي هتقدم في المستقبل على سي سي ام. فهي دي فائده السي ام اي تي الرئيسيه، انك عندك بيزك فاندمنتال للسي سي ام في المستقبل. ودي بعض التستيمونيال او شهادات من الاونر كلاينت واستشاري، كلهم قالوا للسي سي ام اي تي طبعا مهمه جدا وبنثق فيها. اي حد معاه سي ام اي تي بنخليه يدير المشروع في اوله، عشان هي فيها البيزك والفاندمنتال للسي للكونستراكشن مانجمنت. واي حد بياخدها بيكون عنده التزام وكوميتمنت اللي هو ياخد سي سي ام في المستقبل، زي ما قلنا الكلام ده كله في المقدمه. طب الامتحان بيجي ازاي؟ عباره عن ام سي كيو مالتي تشويس كويشن، 100 سؤال تحلهم في ساعتين. امتحان اوبن بوك، تسجل اي وقت
بيتك او المكتب، عندك 3 اتمتس او 3 محاولات بنفس الفيز اللي انت دفعتها اول مره. لو سقطت في 3 محاولات تقدم معامله جديده بفيز جديد. وانس يو ابلاي عندك سنه خلال التقديم انك تخش الامتحان. والريفرنس على الامتحان هو كتاب اسمه كابستون، هو عباره عن انتروداكشن للسي ام بروفيشن حوالي 244 صفحه. عشان تنجح تحل اكتر من 80 سؤال من 100، يعني اكتر من 80%، عشان السكور بتاع النجاح بتاع السي ام اي تي. بعد الامتحان لو نجحت بيجي لك شهاده صالحه لمده 7 سنين ومعاها بادج. طيب الامتحان بيجي اسئلته ازاي؟ هناخد هنا 10 اسئله كسامبل. هنا مثلا اول سؤال بيتكلم عن construction contracts، في حاجه اسمها schedule float. في الناس اللي عام بي ام بي عارفين الكلام ده كويس. الفلوت اللي هو ممكن يتاخر بيه الاكتيفيتي بحيث ما ياخرش المشروع. عندك نوعين، فري وتوتال فلوت. فلو مش مذكور في العقد الفلوت دوت ملك لمين؟ هل المقاول او الاونر او السي ام؟ فبيكون هو ملك الاونر. اوكي، لكن لو مذكور بيكون دايما هو ملك الكونتراكتور، لان الاجابه الصحيحه هي الاونر. تاني حاجه بنتكلم على السي بي ام ميثود او نتورك. طبعا الكريتيكال باث ميثود هي الطريقه الرئيسيه ان بتقيم بيها عن طريقها مدة المشروع. بيقول لك لو احنا استخدمناها وعندك 7 ايام تاخير والمشروع والجدول ما ينفعش يتغير، فالمفروض نعتبر اي اكتيفيتي هنا لازم تبقى عشان نعمل ريكفري بلان يعني. فلازم تكون الاكتيفيتي موجوده على الكريتيكال باث اللي هو اقصر مده في المشروع يتم خلالها من غير ما ياثر على اي اكتيفيتي. فلازم يتم عندك الانتهاء من جميع الاكتيفيتي، يبقى لازم يكون هو اطول واحد هنا، يبقى اللي هو A B C D K. فالإجابة الصح هنا الأكتيفيتي بقى سي دي ودي كي، عشان هما بيقعوا هنا على الكريتيكال باث اللي هو عندك فوق زي ما قلنا هنا. ده كده الكريتيكال باث عشان في أطول مدة، يعني عندك 5 أيام 5 أيام 8 5، لو جمعتهم هتلاقيهم هما أطول مدة هنا، ودي تعتبر أقصر فترة بيتم فيها المشروع، تضمن إن كل أكتيفيتي حصلت واتنفذت فيها من غير تأخير المشروع. عندك هنا بيقول لك لو كونستراكشن مانجر عمل سايت فيزيت وشاف اللي فيه سيفتي فايوليشن المفروض يعمل ايه؟ فلازم يوقف الشغل ويعمل ايفاكويشن للمكان، عشان ما دام في سيفتي ممكن الناس تبقى في خطر تموت او تتصاب. فلازم يوقف الشغل ويخلي العمال يعملوا ريبورتنج للسوبرفايزر بتاعهم وهو يعمل نوتيفيكيشن للمالك. فهي الاجابه الصحيحه هي رقم 1. بيقول لك انا لما تعمل ريسك مانجمنت بلان ايه اول حاجه تعملها؟ لازم طبعا اول حاجه تعرف الريسك اللي موجود عندك في المشروع. الاجابه الصح هنا هي ايدنتيفاي ريسك. عندك هنا مثلا بيقول لك اي نوع عقد هنا بيكون فيه اعلى ريسك للكونستراكشن مانجر. طبعا اعلى حاجه فيها ريسك هي اسمها كونستراكشن مانجر ات ريسك. طبعا في كذا نوع من البروجكت ديليفري او عقود، في ديزاين بيت بيلد او ديزاين اند بيلد، وفي سي ام ات ريسك، في كذا نوع تاني. فان الاجابه الصح هي سي ام ات ريسك. هنا مثلا بيكلمك على الارنت فاليو مانجمنت والسكيدول فاريانس وبلاند فاليو. طبعا في الناس اللي معاهم بي ام بي الحاجات دي بالنسبه لهم سهله جدا. ففي مثلا حاجه اسمها بلاند فاليو، في حاجه اسمها الارنت فاليو، حاجه اسمها الاكشوال كوست. بلاند فاليو يعني انت اصلا مخطط اثناء تخطيط المشروع انك تخلص قد ايه بالكوست دوت او بالبادجت دوت. الارنت فاليو هو الشغل اللي انت خدته فعليا دلوقتي. يعني مثلا انت مثلا عامل خطه في الاول، قلت مثلا بعد 60 يوم بعد 60 داي انا هخلص مثلا 60%. فور اكزامبل يعني الارنت فاليو معناها ايه؟ طب بعد بقى 60 يوم دول انا خلصت قد ايه في المية؟ مثلا ممكن 50 40. لو اقل من 60% يبقى انت كده ايه؟ بيهايند السكيدول بتاعك. لو انت عملت مثلا 70% يبقى انت كده اهيد اوف سكيدول. 60% يبقى انت كده ايه؟ اون سكيدول. طب اكشوال كوست هو انت ايه دفعته دلوقتي؟ دفعت كام لحد النهارده بالظبط؟ فعشان اجيب سكيدول فاريانس اس في بقول بتساوي الايرنت فاليو ناقص البلاند فاليو. وعشان اجيب الكوست فاريانس بقول بتساوي الايرنت فاليو برده بس ناقص اكشوال كوست. هنا هو عايز في الامتحان هنا عايز سكيدول فاليانس. اوكي، زي ما قلنا تحله عن طريق الارنت فاليو ناقص البلاند فاليو، هيطلع لك هنا بلس 20، معناها بلس مش ماينس، يبقى معناها كده ان انا ايه؟ اهيد اوف سكيدول.
هنا بيقول لك لما تعمل هنا بروجكت سكيدول بطريقه كويسه او منظمه وبتعمل بروسيدجر، فالمفروض انت السي ام يعتبر ايه؟ ياخد ايه باعتباره؟ هل بادجت المشروع ولا حجم المشروع وتعقيده؟ سايز كومبلكسيتي ولا الانفورميشن اللي الاونر عايزها عشان يشيرها مع بابليك، ولا الليمتنج بروجكت انفورميشن بيزد على ريسورسز عشان تمنتين سكيدول. طبعا الاجابه الصح هنا حجم وتعقيد المشروع. هنا بيقول لك الحاجات دي موجوده فين؟ البروجكت دايمنشن، مانيفاكتشرنج، كونفنشن، الفابريكيشن، والانستراكشن. طبعا الحاجات دي دايما في حاجه اسمها البيم موديلنج او بيلدنج انفورميشن موديلنج، بيكون فيه من اول 1 دي لحد 8 دي. دي مع هنا معناها دايمنشن يعني كوست وسكيدول والمينتنس والفلوس وكل الحاجات دي من 1 دي لحد 8 دي، فيها كل حاجه. تلاقي فيها المانيفاكشرنج والدايمنشن والكومبريشن والفابريكيشن والانستراكشن والبي او كيو والسعر والتايم. عندك هنا مثلا بيقول لك مين مسؤول عن تنفيذ الكواليتي كنترول كيو سي؟ طبعا لازم المقاول، ولا المقاول ولا المالك ولا المعماري ولا السي ام. هنا عندك بيقول لك اخر سؤال الكونكريت نفسه، في بقى ماده بحطها اسمها اير انترينج ايجنتس، دي مسؤوله عن المقاومه ضد الفريزنج في الاماكن اللي هي البارده وكده. طبعا الاجابه الصح هنا هي الانكريز ريزيستنس تو فريزنج. طب مين اليجبل يسجل الامتحان؟ لازم اتست يكون عندك يونيفرستي ليفل زي مثلا باتشلر. تاني حاجة انك تعمل سيجنتشر عن طريق يا اما مديرك المباشر اللي هو المانجر او السوبرفايزر او اي زميل ليك مثلا كوليج او بير يكون اعلى منك في المنصب مثلا في الشركة بتاعتك، بيمديرك على الابلكيشن. قدم الابلكيشن ازاي؟ زي ما قلنا على الويب سايت بتاع سي ام اي، بتعمل ساين اب لو انت ما عندكش اكونت، بتعمل لوج ان لو انت عندك اكونت، تدفع الفيس بتاعت الامتحان او الابلكيشن $125 لو انت مش ممبر و$75 لو انت ممبر. وعشان تبقى ممبر لو انت مثلا هتقدم عن طريق مقاول يبقى $380، لو انت مثلا بتمثل المالك يبقى $150، لو انت طالب تدرس اي حاجه مثلا ماجستير دكتوراه اي حاجه العضويه فري، فمش شرط تكون عضو براحتك يعني، مش عايز تبقى عضو تدفع $125 وتخش امتحان على طول. طبعا كل الكلام ده موجود عندك في ال CMIT كان البوك اللي هو دوت، طبعا في كل حاجه هنا بالتفصيل ممكن تقروه. تسجل ازاي الامتحان وعدد اسئله الامتحان تيجي ازاي والتكلفه والفيس كلها. داخل برضو بديك نموذج للطلب بتاع الامتحان، بس الافضل تقدمه اصلا على الويب سايت احسن بتاعها. بعدين عندك هنا الابلكيشن ازاي، زي ما قلنا خش على الويب سايت اختار سيرتيفيكيشن، بعدين تختار ابلاي ناو، بعدين تعمل لوجن او ساين اب حسب انت عندك اكونت ولا لا، وبعدين تعمل هنا سيلكت سي ام اي تي ابلكيشن، وبعدين تملى الفورم كله، تعليمك شغال عند مين، ليتر اوف سبورت زي ما قلنا، وفي الاخر بتمضي على الكود بيسكس اللي هو اخلاقيات المهنه. تعمل تشيك هنا البوكس تشيك اوت، ادفع الفيز او مدفع ينزل لك الكتاب دوت اللي هو بتاع الامتحان الفرص الامتحان اسمه كابستون، ده اللي هتفتحه اونلاين وانت بتمتحن عشان الامتحان او بوك زي ما قلنا. ده منظر الكتاب من بره عامل كده، عباره عن 244 صفحه، في مقدمه حلوه جدا عن السي ام زي ما قلنا، في السيفتي والبيم والسستينابيلتي والبروجكت مانجمنت بروجرام مانجمنت الريسك والسيفتي بروكيرمنت كونتراكت اجريمنتس، كل الحاجات دي موجوده فيه. امتحان لمده ساعتين 100 سؤال. الكتاب ده برضه ممكن نبص عليه هنا، هو دوت في حوالي 8 شابتر حوالي 244 صفحه. ده هنا بيتكلم عن التاريخ بتاع السي ام من اول الاهرامات بتاعت مصر لحد برج خليفه في الامارات. بعدين بيتكلم هنا شابتر 3 عندك السي ام بروفيشنال، وبعدين عندك شابتر 4 بيتكلم عن الدليفري ميثود الترديشنال ميثود اللي هي الدي بي بي اللي هي ديزاين بيت بيلد، وعندك مالتي برايم كونتراكتنج، وعندك السي ام ماتريكس زي ما قلنا عليها، وعندك اخر واحده ديزاين بيلد. بعدين عندك البروجكت مانجمنت طبعا بيهم كله بقى الكوست والسيفتي والسكوب والريسك بروكيرمنت كل الحاجات دي. الحاجات دي طبعا البروجكت مانجمنت هنا شابتر بالنسبه للبي ام بي، الناس اللي معاهم بي ام بي سهل جدا يعني.
عندك بعد كده بروجرام مانجمنت اللي هو عباره عن مجموعه مشاريع خاصه بالشركه بتفكر فيها بطريقه استراتيجيه. بعدين عندك برضو هنا الريكويرمنتس اوكي بانواعها كلها، يا اما بيزد على الكواليتي ولا بيزد على الكواليفيكيشن سوري، او بيزد على اللوست بيدز اقل تكلفه، كذا نوع هنا عندك. واخر شابتر نتكلم على الكارير ديفلوبمنت او الستبس. ده الامتحان، ده سوري الكتاب بتاع الامتحان ريفرنس. لما تنجح بيقول لك كونجراتيشن نجحت، تديك انا شهاده الكومبليشن وشهاده الانجاز وبعدين شهاده السي ام اي تي نفسها صالحه لمده 7 سنين بلس بيديك بادج ممكن تحط على لينكد ان او تحط عندك في بزنس كارد او في ايميلك عادي. الكورس نفسه عباره عن 3 ايام زي ما قلنا، اول يوم في الاونر وبروجكت تايبس، ثاني يوم نفس اليوم سوري برزنتيشن اونر بروجكت تايبس كونتاكت اجريمنت بريكويرمنت. هنتكلم اول حاجه هنا عن انواع المشاريع، هل هي بابليك ولا برايفت، ريميتد ولا اون تايم بس، البيلدينج يوز هل هو كوميرشال ريزيدنشال اديوكيشنال، عندك البيلدينج كاركترستيك هل هو هاي رايز لو رايز ميد رايز ماسونري او ستيل وات ايفر، المالتي يوز فاسيلتي هل هي كومبلكس مع ريزيدنشال ريتيل ولا اوفيس ولا انترتينمنت، هل اللي بيهمك الفاسيلتي تايب ولا الفاسيلتي اتريبيوت بالنسبه للسي ام، هل انت عندك هنا الاونر ايه الحاجات اللي بيحتاجها عشان المشروع يبقى ناجح بالنسبه له، طبعا اهم 3 حاجات البادجت والسكيدول والكواليتي، ولازم السي ام وظيفته الرئيسيه انه يعمل ساتسفاينج او ساتسفاكشن للاونر نيدز. بالنسبه للكونتراكت والاجريمنتس عندك هنا الدليفري ميثود اهم حاجه زي ما قلنا، الديزاين بيلد ولا مالتيبل برايم ولا ديزاين اند بيلد ولا سي ام ات ريسك، عندك الستاندرد الفورمات بتاع الاجريمنت هل هي بتتبع سي ام اي ولا بتتبع اي اي اي، طبعا اي اي دي اللي هي امريكان انستيتيوت اوف اركتكتس خاصه بالمهندسين المعماريين برضه ليها ستاندرد كبير جدا، والسي ام اي زي ما قلنا كونستراكشن مانجمنت سبيشال في امريكا، دي خاصه بالكونستراكشن مانجمنت دي خاصه بالستاندرد والديفلوبمنت بتاع المعماريين، فدول التو ستاندرد المشهورين انك تعمل بيهم اجريمنت حسب السي ام. وعندك برضه فيكس برايس كونتراكت او لامسون كونتراكت نفس المعنى، عندك الجي ام بي اللي هو الجرانتيد ماكسيم برايس ده بيهتم بالكوست ما يتعديش البادجت والتايم ما يعديش البيز لاينز زي ما اتفقتوا مع الملك مع السي ام يعني. وعندك مالتي برايم كونتراكت معناها الاونر عنده كذا عقد برايم مباشره مع ماستر مقاول الميكانيكا مقاول الكهرباء مقاول السيفل الديزاينر، كل واحد من دول ليه عقد مع المالك مباشره بيسموه برايم كونتراكت. وعندك برضو كوست بلس فيز او يونت برايس تايم ماتيريال، وعندك برضو في الكونتراكت حاجه اسمها جنرال كونديشن سبيشال كونديشن، وعندك حاجه اسمها كلوزز طبعا كل ده حسب الفيدك، وعندك حاجه اسمها ليكويد دامج اول ما اتاخر في المشروع بدفع غرامات كام في الميه، في الفورس ماجور او اللي هي الاكت اوف جادز دي طبعا قوه قهريه اوت اوف هاند اوف ذا كونتراكتور ما ينفعش يتصرف فيها زي مثلا الزلازل البراكين البانديميك. عندك بريكويرمنت يا اما بيزد على الكواليفيكيشن زي ما قلنا او البيست فاليو اللو بيد نيجوشيتد او سي او دايركت سيلكت اختيار مباشر اللي هو بالامر المباشر، في بعض المصطلحات لازم تعرفها ار اف بي ريكوست فور بروبوزال ريكوست فور كوتيشن ار اف كيو ريكوست فور تندرنج او تندر ار اف تي. تاني يوم عندك هياخد فيه ليدرشيب ومانجمنت طبعا سكيلز مهمه جدا لاي سي ام، لازم تعرف الرولز اوف ليدر تايب اوف ليدرز والسكيلز الليدر شيب، هل هو عنده انفلونس على الاخرين عنده رؤيه انفيجن كوميونيكيشن كويس كوميتمنت، هل هو كاريزماتيك ولا نوع ترانزاكشنال ولا سيتويشنال ولا ترانسفورميشنال، عنده سكيلز زي الكوميونيكيشن بيحل مشاكل بروبلم سولفنج بياخد قرارات بسرعه صحيحه ديسيجن ميكنج بيزد على معلومات. عندك في المانجمنت نوعين يا اما بروجكت مانجمنت يا اما بروجرام مانجمنت، طبعا بروجكت مانجمنت كلنا عارفينها بقى كوست وتايم وكواليتي وبروكيرمنت والستيك هولدر والكوميونيكيشن انفورميشن البيم سستينابيلتي، ده طبعا حاجه هنا بتضيفها في الكونسيشن مانجمنت عشان طبعا في فرق بين الكونسيشن مانجمنت وبين البروجكت مانجمنت. في هنا كونسلتنت اجريمنت وازاي بيحل المنازعات ديسبيوت ريزوليوشن في السايت او في الكونستراكشن، وبيعمل بارترنج مع جميع الستيك هولدرز زي الاونر والكونسلتنت والفندور والسبلايرز. بروجرام مانجمنت بقى مجموعه من المشاريع ليها نفس لنفس الشركه، فطبعا لازم يديرها بطريقه استراتيجيه عشان تقدم مصلحه الشركه العليا. بيعمل لها ستاندرزيشن كلها بنفس الستاندرد، بيعمل تيم مثلا ان هاوس او اوت سورس كل واحد ليه رولز، بيعمل بلان بي ام او وتشارتر عن طريق كواليتي سيفتي سكوب تايم بادجت.
اخر يوم في سيفتي وريسك وكارير ديفلوبمنت، هنتكلم في السيفتي اللي هي طبعا مش مسؤوليه بس المقاول، لا مسؤوليه جميع الناس اللي في الكونستراكشن من اول اونر لحد العمال نفسهم. طبعا لازم حسب اوشر الامبلوير هو او الكونتراكت او الاونر هو المسؤول رقم واحد بالنسبه للسيفتي، بس طبعا لازم تحط انت بروفيجن في العقد، ممكن تحط مثلا في العقد المقاول هو مسؤول عن السيفتي، يبقى كده المقاول مسؤول عن السيفتي، بس برضه لازم اي حد بيخطأ في السايت هو المسؤول عن السيفتي الخاص بيه. عشان كده اوشا تحط بروفيجن انك دايما لازم تعمل حاجه بيسموها السيفتي توك كل يوم او كل اسبوع او كل شهر حسب الشركه. وطبعا الريسك في اي مشروع ديزاين او كونستراكشن انهيرنت، فلازم تعمل له مانجمنت عن طريق انك تعمل له الاول ايدنتيفيكيشن تعريف ليه، بعدين الوكيشن للشخص المناسب اللي يعمله يعالجه باقل تكاليف. اخر حاجه كارير ديفلوبمنت، لازم السي ام طبعا يطور من نفسه وياخد شهادات زي سي ام اي تي سي ام والبي اي، ويعمل نتوركينج مع الناس اللي هي في نفس الفيلد بتاعه عشان يبقى عنده سورس اوف انفورميشن وجروب اوف كونتاكت، بيكون عنده برضه هاند اون اكسبيرينس مش بس كلام كده ونظريات وكتب، لا لازم يشتغل في السايت وكونستراكشن ويشوف بعينه ويطبق، سواء هو ممثل للمالك او كونتراكتور او ديزاين فيرم. وبرضه ممكن يشتغل في حاجات تانيه زي ادفايزر، يكون مستشار مثلا او استشاري او سبيكر بيتكلم يدي سيمينارات وبينارات ميتينجز، او اوثر مؤلف لكتب او حاجات فنيه تفيد الناس في المجال ده. اما تخلص الكورس هتبقى انت عندك نولج مهمه جدا للبيزك فاندمنتال للسي ام. تاني حاجه هتنجح من اول مره في الامتحان. وتالت حاجه هتبقى انت كده بتوري الاونر او الامبلوير والكلاينت وزمايلك في الشغل ان انت كده عندك الاستعداد ان انت تبقى ايه خطوه من السي سي ام، اللي هي طبعا زي ما قلنا هي الجولدن ستاندرد والجولدن كريدنشال في المجال بتاعك. ودي نهاية الكورس، واللي عايز يذاكر مع نفسه طبعا الشهادة أصلا سهلة جدا، بتطبق زي ما قلنا أبلكيشن أونلاين، تخش تلاقي الكتاب كده موجود، تخش مثلا تسجل ميعاد الامتحان، تفتح الكتاب تبقى أنت بقى فاميليار مع الكتاب، مذاكره الأول قبل الامتحان عشان لو جالك مثلا سؤال عن السيفتي أروح في أي صفحة، عن الريسك في أي صفحة، عن البي إم في أي صفحة. اوكي، واللي عايز يعرف الحاجات دي اكتر بالتفصيل ويفهم اكتر ويبقى عنده نولج اكتر فالكورس موجود، يتواصل معانا ان شاء الله. وشكرا لكم جدا، السلام عليكم.